هذه الفتاة خطيرة، إنها لا تكذب فقط بل تفتعل المشاكل لأهل جانسي، وأيضا تحاول أن تخرب حياتك الخاصة. شو هالجنان اللي عم تقوله يا مارشال؟ أنا أعتذر يا جلالة الملك، هل أستطيع أن أطرح سؤالا؟ أين هي ملكة جانسي؟ الملكة قاعدة بغرفتها لأنها تعبانة. لا، ليست في غرفتها يا جلالة الملك، الحقيقة هي موجودة الآن معنا في هذه القاعة. سيد مارشال، شو القصة معك؟ شكلك بلشت تخبص بالحكي وتزت حكي بلا طعمة. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.